قصيدة الغفران لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الأعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فأنا في أرض الندامة أرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سبب جودك مطمع. إلهي لئن خيبتني أو طردتني، فمن ذا الذي أرجو ومن لي يشفع؟ إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فآنسني بتلقين حجتي، إذا كان لي في القبر مثوى ومرجع. إلهي لئن عذبتني 1000 حجة، فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هناك ينفع. إلهي إذا لم ترعني كنت ضائعا، وإن كنت ترعاني فلست أضيع. إلهي إذا لم تعف عن غير محسن، فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إلهي لئن فرطت في طلب التقى، فها أنا إثر العفو أقفو وأتبع. إلهي لئن أخطأت جهلا، فطالما رجوتك حتى قيل ها هو يجزع. إلهي ذنوبي جاوزت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأنفع. إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي، وذكر الخطايا العين مني تدمع. إلهي أنلني منك روحا ورحمة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو طردتني، فما حيلتي يا رب يا رب؟
فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع؟ إلهي حليف الحب بالليل ساهر ينادي ويدعو والمغفل يهجع، وكلهم يرجو نوالك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمع. إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشيع. إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي، وإلا فبالذنب المدمر أسرع. قصيدة الدرر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بصوت أخيكم يوسف خليل ياسين. قدم لنفسك في الحياة تزودا، فلقد تفارقها وأنت مودع. واهتم للسفر القريب، فإنه أن آمن السفر البعيد وأشسع. واجعل تزودك المخافة والتقى، وكأن حتفك من مسائك أسرع. واقنع فقوتك بالقناع هو الغنى، والفقر مقرون بمن لا يقنع. واحذر مصاحبة اللئام، فإنهم منعوك صفو ودادهم وتصنعوا. أهل التصنع ما أنلتهم الرضا، وإذا منعت فسمهم لك منقع. لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا يستودع. فكما تراه بسر غيرك صانعا، فكذا بسرك لا محالة يصنع. لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال، فإن ذاك يشنع. فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خرق سفيه أرقع. ودع المزاح، فرب لفظة مازح جلبت إليك مساوئا لا تدفع. وحفاظ جارك لا تضعه، فإنه لا يبلغ الشرف الجسيم مضيع. وإذا استقالك ذو الإساءة عثرة فأقله، إن ثواب ذلك أوسع. وإذا اؤتمنت على السرائر فاخفها، واستر عيوب أخيك حين تطلع. لا تجزعن من الحوادث، إنما خرق الرجال على الحوادث يجزع. وأطع أباك بكل ما أوصى به، إن المطيع أباه لا يتضاضع.